واروح من عنده. قلت يوم قديم طالع بطلع، قلت لا ابوقف، هو شكله بسج منها. يوم قال حي على الفلاح والله انا دريت الله، قلت صوت خير منه، قال الصلاه خير منه احده. هذا الشيء هو يزور في ذاك الشيء قبل في شيء يذكر يا ولد مشكله. لا نسيان مرات عشان تكرار الاذان، ما حنا نذن واجد. المؤذن مؤذن دائما مواظب. الله يجزاك خير. انت عشانك الحين اذنت مدحناك وتقول اني مواظب، يمكنك ما اذنت انت الا واحد بزنس واليوم. لا 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 يا سعد. لا والله جزاهم الله خير. هم لهم حاسن وايد هالبرنامج. اول ما دخلنا انتم اكيد انكم مثلنا، احنا اول ما دخلنا البرنامج خويانا تسابقوا على الاذان، تسابقوا على الصلاه 20 يوم. عاد بهلا واحد، عاد بهلا قدهم يتعازمون. والله انت تدين اليوم، والله انت تدين اليوم. لا لا احنا عندنا الحمد لله رب العالمين، لان خلصنا وبعدنا. عندكم تدنون؟ نذن. زين احسبكم تصلون بدون اذان. لا تكاون عليه الله يستر يا سعد الحين. يلا اذن خلاص. سعد سعد راي المقطع اللي ترى عينته في التيك توك لايكاته 3 مليون، مركب صوت سعد بس المقطع ما هو بمقطع سعد. سعد جاته مداخله مع زوم الله يذكرهم بالخير. اول ما فتح الكاميرا هو سعد طلبوه، وجاء سعد جالس على كرسي وسد ابو حزام عاد سد من 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 سعد، وقعد يسلفون 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 لين قال بعضه ابو حزام سعد معكم في طيب. قال يا سعد ما انا مكوش الروم افتحوا افتحوا. سعد ما افتحوا له سعد يده جاي. سعد ما افتح قال ما اكثر احقاك وما قال بركاتكم. اقبضه عاد عليهم هم. الحين سامح حسام اذا راس واتساب ولا شيء ما اكثر احكاكم. لا قال ايه زين هذه ايه. انا دقيت ورد دائما انا قلت ايه زين ايه. ابغيهم ايه. كنا في طاري حايزه. لا هي لازم لك بصمه ولا كلمه كذا تتم عندك عرفت. وهي دائما تكون عفويه. لا شوف الحاجه اللي عفويه او الحاجه اللي توفيق من الله كلام مقبول. بعضهم يجتهد في الكلمه هو يبي يجيب كلمه صح توفيق. خليك على توفيق مرة خليك على اطمام المرحوم. اشتقت والله. ولا لا يا سعد؟ اشتقت للبرنامج ولا لا؟ اي والله اشتقنا للجامعه يا ولد السؤال. انت سمعت يا اشتقت يوم الليله دخلت النحاس العويس لبيه الله يلبيك. اقول انا اللي جهزت الكلام ضاع كله والله ما اعرف اقول كلمه، واللي استرسلت فيه ومشيت مشى معك بركه من الله. العفويه بعض الاحيان مطلوبه. دائما هي العفويه مطلوبه بس انها اللي يجيك مرات مرات يخونك التعبير في العفويه الزايده. انا تخرج عن السياق تخرج شيء عن النص. شوف الحين كان عندنا كلمات هالجند ويوم جاء البزنس قاعد عندهم كلمات، وكل ربع يجون معهم عندهم شيء عندهم كلام. كلمة سعد عفويه عفويه انا تشوف لها موقف. تاخر سعد يفتح عليه لما اكثر احكاكم وما قال بركتكم يعني يلومونه غير سعد. قال انا لي ساعه انا انتظر. نعم يعني هي جيت تلعب عفويه كذا. لا لانهم انا ما داني انتظر خلقه ما داني انتظر اني اقعد انتظر ما داني. سجلني واحد انا والله اني صاد زين. الحين في حياتي كلها ما بعد ذكرت اني غسلت ثوبي عادي. ارجل والله خرجني مستعجل. مستعجل 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 بعض المرات اقول له مستعجل واجي بكره اخذه. يقول طيب شلون؟ ها لا حبيت الشكل. هاي طال عمرك كر بس كر. مكيف شغال وانت بدا انت صلاله ولا وين؟ لا انا من الشرقيه من جاله. شرقيه هنا ولا شرقيه؟ لا شرقيه عمان. شرقيتكم هنا وبعد نتشرف فيها. مرحبا والله ما شاء الله. الله يرحب بك عفوا. جعلان بابو حسن. طرنا من نعم. عليك زو. طرتوا من وين؟ الصلاله؟ لا احنا نبي صلاله. طرنا من الرياض واللي مرتبين مع طاهر هو محمد ونعم مرتب مع عليك زو طاهر. الله ونعم. مع بلدية صلاله. نعم نعم. رجال صلاله. ايام الخريف صح؟ ولا انت في نص برنامج؟ لا لا, لا بس الحين سنه يا رجال مهرجان تقليد الحكم هذه من السلطان. نعم كان عندهم حفل المهم قالوا تطيرون من الرياض توقعون في مسقط وتطيرون مسقط وتوقعون في صلاه ايه الساعه 4 ولا 3 فجر تكونون في مطار صلاه. احنا طايرين الساعه 10 من الرياض. نطير 10 من الرياض و10
ونوقع 12:40 في مصر. جيناهم قالوا رحلتكم بكره الساعه 8 الصبح. تأجلت. اوكي. يا الربع. وزعل انا. زعلت على طاهر. انا كني اذا زعلت كني شايف انا زعلان على عيال اخوه. نعم. واكلم طاهر. انت يومك حزن ومضيع انا في الحجوزات. اولتها قمت اخانق عبد الله الحافي كان معنا قمت اخانقه. انت ضيعتها انت اللي حجزت انت ولا؟ قال ما هو انا هم اللي مرتبين. واكلم طاهر. انت الحين قاعد هنا تقولنا احنا بنوقع نجيكم على طول الحين يقولون لنا في الساعه 12 يقولون ما في الا الساعه 8 صباح بكره. وين الغدي؟ ليش يكلمون؟ قالوا الرحله تاجلت دائما لان ما صارت الى رحلات ما في رحله داخليه. لا هي الرحلات الداخليه دائما تاجل دائما تاجل حتى هنا عندكم في السعوديه مره جانا جانا عميد او عقيد اللي جانا والله امس نجوم كلهم الله يبيض وجيههم كلموا وما خلى احد خذينا الا مدير مطار ما ادري ما خل ما حد الا ما جانا لا ريحتوا في الفندق هناك ارتحتوا لي الصبح يا ولد احنا ما يمدينا نطلع من ذا من المطار يقول إيه؟ ممنوع تطلعون من المطار لا هو لا 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 ممنوع يقول صحيح. لازم وشي تروحون للشرطه ما ادري ايش وتختمون لا ترى الخليجيين تختيمهم تعرف كم؟ ما فهم هو تطلع خمس دقائق هو المطار عادي تجيه يدخلك تطلع تحجز عندك وترجع بس انه وش قال لي؟ قال يعني ما يمديك تروح تطلع يعني بتروح تدور لك فندق متى بتجي؟ الساعه 2 هناك؟ فندق على مطار مره فوق مطار قال تلقى فندق متى بترقد؟ الساعه 2 الساعه 6 بتجي عشان رحلتك الساعه 8 يعني والله تخيل اني ارقد ولو طافتني رحله برد بحجز رحله ثانيه عصر خذينا ولا مغرب ولا كم طايح الرحله؟ ما تكلم رحنا صلينا ما ادري ايش صلاته وقعدنا في المسجد تميت المسجد قاعدين في المسجد ننتظر التلفون خلينا ولا جاينا عميد صلاة الفجر لا لا شيء الظاهر صلاة ما ادري انا ناقدين عليها متاخرة نعم صلاة يمكن العشاء المهم وتر خذينا العميد جاي السلام كيف الحال انت والسعوديين مرحبا وسهلا شرفت الدار واعذرونا كلام طيب نعم عين لكم فراش وعين الحاف مر اللي تبونها بشروط وانتم تستاهلوا احنا لا نقدر الرحله نمشي رحله الحين طياره ايه لكن فندقكم محجوز هنا في الفنطور نفسه ايوه هذا كلام العاد الفندق هنا لا انت اول غفت على على الضيق وعلى الشطه ايه. لكن جيت من ايدك ابو لا والله اسود هذا بغى يتقاوى والله العظيم اني ما لي خاطر بس شفته شفته صب زين ونرق طال عمرك زين ونقوم طال عمرك ونطير عندي صلاه للجو الدافي احنا يوم رحنا لابسين بجاي لابس شتويه وجاكيت وفروه وغفاز وحق الثلج جاي من السعوديه برد لا مسقط جينا مسقط صلاه حلو عندنا صلالة درجة حرارة 28 حنظر اغتر بكياب عندنا ملابس الداخلية نروغ في الشوارع من ولد قير بس جوه حلو جوه حلو يا ولد والله وش بحلم ونقل عندهم اليوم الأول والثاني حضر الحفل قلت عطوني شخص طلب عطوني شخص ونطلع على العروق شر هم شرواك شرق الطيب طاهر وإخوانه خالد ونعم ونعم وبكر ونعم الله صبحهم بخير تم مره في شرب السعد الصباح الشاص محضر يا سلام عليك وناخذ لك التيسين يا سلام نطلع طال عمرك ذيك المكشات في وادي نحيز اللي على وادي نحيز ايه قال كوخ احنا تاخرنا عليهم قالوا لنا قوموا بدري عشان العروق تروحون تشوف لا العروق 300 كيلو منه بعدتم ايه احنا ما قمنا للساعه 3 عصر عادي مدينة وإننا جينا إلا مغرب ليل وما يصلح المشكلة من رمال العروق اللي احنا بنجيها 70 كيلو من الزفت قالوا اللي تبون تبغون نمشي لها قدام مشينا ومسينا فيها قلت لا ما عاد خلاص قال الشخص موجود والتيوس موجود قلت هدا ودونا مكان قالوا جو صلال دائما يتم هناك فيها اسبوعين ثلاث مرة تميت فيها شهرين يمكن روحت يومين ورديت يمكن مرتين بس يومين أربع أيام بس جوها عالمي والله انت الحين الامان ما يجيكم سكر ليه سكر لا الحمد لله سكر صدق كله حلوه حلوه
حلو الحلو ما فيها ما فيها نمشي عليها الحلو حندق رياضه والله نسير نعم ثاني الحلو ما ضرتها الحلو بالعسل والله يا حلو بالعسل ما حلو يا زوا ان الله يبيض وجهك طاح ايامك يعني كنا نبغى حلوة قال ابشر وعطى كل رجال منا كرتون وكل كرتون فيه ما يقارب 15 مدري 20 حبة الله قلت استاهل دبلها مرتي يا رجال لو المطار اسمع جيتهم يا ولد هم العصي هذه باكورة الباكورة عندهم ذي شمام يعطوني عصي كم عصي جاتني ثلاث من دي أربع ثلاث في عينك والله العظيم إن جاءنا عصي قسم بالله يا ولد ربطة عجاري نعم لا عصا سكر فارية يسمونه عصا سكر ولد انت جاك السكر انت تبغى حلوة لا عندي السيارة واحدة ما اكل منها ما اكلناها خلف وباقي منها عرفت في النص ما اكل منها من طرف قال لي بنزل قلت له فضيحة نزل هذا يعني تم تم ما ردك صوب ردها لك اقول لك لا بس الحلوة الحلوة يرتبون هناك بدون سكر ترى لا بدون سكر لا اللي يجينا سكر والله بدون سكر عسل لا والله ذقت اللي عندكم هني اللي تيكم كي نص نص 50% 60 يعني انتم الفي اي بي لا لان هناك من مصنع طلع من مصنع على طول عرفت والله هم يسوون يقول لك تبع الحين انا فهمتك يا سعد عصا خزران اي حيوش اي ما ادري تقول عصا وحن طريف السكر قلت انا عصا السكر اللي عرفتوها لا والله انه جويع يباي حلي عقب العشاء عرفت هذه جويع في شوية ما اكثر حكاية ما قد رحت كذا لا والله يا ربي طرح فيك بركة يعني عز الله يا ولد العصي دي كلها ما شلت الا واحدة معي وهملتها في الكويت ما ادري اهملتها ما ادري سرقت مني في الكويت جاب لي كرتونة ابو سعد في وجهه عصي كرتونة حلو قاعد يسقى ذاك اليوم ضايقين في الحسا حتنا يا رجال خذها قال انا قديش يا رجال جنوب علمكم عن تمر الحسا ايه تمر انت قبل شيء يعني انت متهيب العلان عشان مستانس عشان الحلاوه الحين عندنا تمر تمر عندنا سبحان الله الحسا عالم سبحان الله التمر يعني تاتي كذا وتجلس وتقوم من الصحن تجيك يعني من التطور عندنا كذا بالريموت خليهم لا والله ان تمر الحسا عليه الوصف صدقت صدقت على الوصف الحساء القصيم خميس مشيط بيشه 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 ما شاء الله بيشه تم تربه حفر الباطن رافحه قصيم القصيم شبون يبرين كل يبرين احمديه يبرين اظن لها توبه ما فيها تمر اي يبرين عندنا تمر فيها تمر لا يبرين ما فيها تمر شرط فيها حشوان وخرفان هذه اللي سامع منه فيها حشوان حشوان وش حشوان 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 بعد وش حشوان حشوان شلونات عندكم عندنا الا واحد كل شيء العالم يختلفون فيه الا هالحلال هالخليج ايوه مسماهم واحد بس انا كرامه انا احلى اخبو الرجال الرجال قصدي احنا نذبح الحشوان الله ونعم هلا عليك زود نعم عليك زود ايش تعرف تبيعها اجل اقول لك ما ادري قلت انا شو قلت هل جيم جاي ناس اقول لك سعد قصدي نحرم الحشوان انت ايش قصدي بعد؟ كم جاي ناس احسن جاي ناس يعني الحين هل جيم بعد؟ لا بس والله نفر عليك سعد 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 لف عليك لا خلونا نوضي الربع عشان الصلاه يلا بنصلي لا فيه اذا التمره اذا جات كذا عند تمك كذا تفكمت فيها يعني انت تفتح تمك تدخل الحين كانت كذا وقفت فتحت نصين طارت العجمه العجمه عودت على الصحن وهي ده تمت الله هذا تمرنا قليل رابع تمرنا لا والله عليه الوصف لا في انواع ثانيه بعد سعد اعرفها لا والله عندنا القصيم الحين الشرقيه الشرقيه كذا الحين خذ التمره حط الحين في يدك كذا تمشي مع الباب تطلع مع الباب طلع عمرك على طول هذا تمرنا جاي من الهند افلام الهنديه وتخطف عليه لا تاخذ تحويله عنه تقعد هنا لا تلف عليك ان كانت لابس ساعه هي ولا بالساعه بيجيك تصيح ساعتك اندار تطوط اذا قلت كذا يقولك على الساعه كذا والدقيقه كذا والثانيه كذا بتكون في ثانيه لا تمركم بعد حتى ساعاتكم انتم نص من العجل الساعه كذا والدقيقه كذا والثانيه كذا بتكون في ثم الشخص انت ارسلتها له بس هو خلى جاهز يفتح ثم يعني توقع كذا تطيح عرفت عليها صلاه الله يغفر الذنوب ان شاء الله ايش رايك مصلي رمضان لا ترى رمضان ورمضان 10 صيام 10 واخر
لا والله ترى افضل الاماكن عندنا التمر الحسوه القصيم. صح والله تجي تمر طاليه. القصيم بعد طاليه بس الحسه نفس الشيء. الحسه الحسه عليها الوصف. الحسه والقبليات ترى بعد خلاص الحساوي. القبليات بعد قبليات وانت قلت شي. انا ماسك معي اليوم على ابريم القبليات. مشتاق؟ اي والله مشتاق والله. اي والله ماشي. باقي لكم شيء بسيط. ها يا رب انا واقف قام لك بنشدكم سؤال يعني بسيط. بما اني انا دخلت يعني يمكن تقريبا باخذ حدود الشهر. انتم طلعتوا ما دخلت اشتقت لايام البرنامج واستفدت من البرنامج كذا. والله شوف قبل لا اجاوبك عن شو الشباب اللي شاركوا في الروشه الله يوفقهم ان شاء الله وابدعوا. بس في حد ما وده يشارك صدق ما عن البرنامج كان نفسيته هو. فهمت يعني طالعين من ثلاث شهور وتشارك في برنامج الله انا ضغط صدق وش من ابداع بتيب. صح بترد لهم هو اللي عندهم ثلاث شهور فيوهم رديت لهم الا الشخص اللي يحس نفسه بيدي. والله اني اقول لك صدق فهمت. في بعض عند استطاع يقول لك عادي عندي بعد اشياء وامور ما طلعت ونفسي تقدر تتحكم يروح. اما عن سالفه الشو والله اني من اول اسبوع اشتقت من البدايات اللم هو الامور اللي صار. البدايات افضل من الايام الاخيره. صح البدايات حلوه حلو. بس انا الاخيرات اللي قدميانه طايحه قدميانه طايحه ولا تنسى الشيء والزهق مع بعض. ايوه كله شعور متخلق. لو تنعاد بنفس حذافيرها تعيدها نعم.